السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية معايا المحور الرابع بعنوان التواصل. أول موضوع معايا بعنوان تواصل الفنون، يبقى الموضوع الأول معايا بعنوان إيه سنة تانية؟ تواصل الفنون. طيب لو سألت سؤال وقلت الفنون دي زي إيه؟ ممكن تكون غناء، رسم، نحت، كتابة شعر، إلقاء شعر، مسرح، دي كلها يا ولاد بنقول عليها فنون. معايا الموضوع الأول قصة الاستماع بعنوان زيارة إلى المدرسة. زيارة إلى المدرسة، يا ترى زيارة مين ومدرسة إيه؟ تعالوا مع بعض نسمع لقصة زيارة إلى المدرسة. عليك عزيز الطالب الاستماع جيداً. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. تحمس جميع التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني بالآلات المصرية الأصيلة، العود والناي والمزمار والدف والطبول. يبقى تاني سنة تانية. في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد في اليوم التالي ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر. لو أنا سألت سؤال هنا وقلت بما فاجأ المدير الطلاب في طابور الصباح، هو فاجئهم بإيه سنة تانية؟ فاجئهم بخبر زيارة وفد. بخبر زيارة وفد، أحسنتم. طيب أنا لو جيت وقلت برضو لماذا سيأتي الوفد إلى المدرسة؟ ليه الوفد جاي المدرسة؟ ليتعرفوا ثقافة بلدنا مصر، أحسنتم يا سنة تانية. طيب أنا لو جينا وقلنا أذكر بعض الآلات المصرية الأصيلة، الآلات المصرية كانت زي إيه سنة تانية؟ كانت زي العود والناي والمزمار والدف والطبول، أحسنتم. جلس خالد حزينا فجاءت المعلمة وسألته ماذا بك يا خالد؟ لماذا أنت حزين هكذا؟ رد خالد لن أستطيع المشاركة في استقبال الوفد. فتعجبت المعلمة متسائلة لماذا؟ فأجاب خالد لأنني لا أحب الغناء ولا أستطيع العزف على الآلات الموسيقية. سكتت المعلمة قليلا ثم سألت خالدا وأصحابه هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ فأجاب أحمد مسرعا لا، فالرسم من الفنون التي تظهر ثقافة البلاد أيضا، لذا سنقوم بعمل معرض صغير لعرض لوحتنا التي تعبر عن حضارة مصر وجمال مناظرها وعراقة تاريخها. نظر أحمد لصديقه خالد وقال له ولكنك يا خالد لديك موهبة رائعة تستطيع المشاركة بها. فتعجب خالد من كلامه وفكر وهو يردد كلامه موهبة رائعة، هل تقصد الكتابة؟ ردت المعلمة بالطبع يا خالد، فأنت كاتب ماهر، هيا يا خالد فكر وقرر ماذا ستقدم لنا. كان يوم الزيارة حافلا حيث بدأ التلاميذ بإنشاد النشيد الوطني وبعض الأغاني من التراث مع العزف على الآلات، ثم قام الوفد بزيارة المعرض المدرسي الذي كان يضم لوحات وأعمال يدوية بسيطة. وفي نهاية الزيارة ألقى خالد شعرا من تأليفه تحدث فيه عن مصر وحضارتها وتاريخها العريق، فأبهر الجميع بشعره وصفقوا له
أبدى الوفد إعجابه بهذا التعريف عن الثقافة المصرية، وتمنى أن تكرر الزيارة مرات ومرات. وبكده نكون سمعنا قصتنا زيارة إلى المدرسة. تعالوا معايا نشوف إحنا اتعلمنا إيه من القصة. تعلمنا إيه سنة تانية من القصة دي؟ أول حاجة تعلمناها أهمية ثقافة بلدنا للآخرين. يبقى أول حاجة نتعلمها إيه سنة تانية؟ أهمية ثقافة بلدنا للآخرين. إيه كمان؟ أن هناك طرقا للتعريف بثقافتنا كالرسم والغناء والكتابة. تمام، أحسنتم. إيه كمان يا سنة تانية؟ الاهتمام بالفن والأعمال اليدوية، إن إحنا نهتم بالفن والأعمال اليدوية. يبقى أول حاجة يا ولادي اتعلمناها من القصة أهمية الثقافة بتاعتنا لمين؟ للآخرين. إيه كمان؟ إن في هناك أكتر من طريقة للتعبير عن الثقافة زي الرسم والغناء والكتابة. طيب إحنا لازم نهتم بالفن ده والأعمال اليدوية. أحسنتم. تعالوا معايا نشوف الكلمات الجديدة بتاعتنا. أول كلمات كانت جديدة معايا كلمة ثقافة. كلمة إيه سنة تانية؟ ثقافة. الثقافة دي يعني إيه سنة تانية؟ أنا وقلت جيت وقلت يعني إيه ثقافة؟ الثقافة يعني علوم ومعارف. يعني إيه سنة تانية؟ علوم ومعارف. أحسنتم. وإيه كمان؟ وزيارة. زيارة. كمان إيه تاني؟ كلمة حضارة. كلمة إيه سنة تانية؟ كلمة حضارة. ماهرا. حافلا. إنشاد. يبقى أنا سنة تانية كان معايا كلمات في القصة جديدة زي ثقافة، زيارة، حضارة، ماهرا، حافلا، إنشاد. أحسنتم. تعالوا نشوف أحداث القصة. أي قصة يا سنة تانية هتقابلنا لها أحداث. طيب أحداث القصة دي بتتكون من إيه يا سنة تانية؟ أي قصة بتتكون أحداثها من شخصيات، زمان، مكان، أحداث. تانية سنة تانية، أي قصة هتقابلني بتتكون من شخصيات، زمان، مكان، أحداث. الشخصيات اللي كانت موجودة في القصة إيه؟ الزمان، الوقت اللي كانت في القصة بتحصل فيه إمتى؟ المكان، كان فين المكان ده؟ وأهم الأحداث بها. طيب في القصة بتاعتنا يا سنة تانية الشخصيات اللي كانت معانا زي مين؟ زي المدير والمعلمة وخالد وأحمد والتلاميذ والوفد. أحسنتم، دي كانت الشخصيات اللي كانت متواجدة معانا في القصة. طب تمام، الزمان كان إمتى؟ كان في الصباحي. كان فين؟ في الصباحي. إيه كمان؟ المكان كان فين؟ كان في المدرسة. كان فين؟ في المدرسة. تعالوا معايا نشوف أهم الأحداث المتواجدة بالقصة. أهم الأحداث اللي كانت معايا في القصة إيه سنة تانية؟ أول حاجة زيارة وفد ليتعرفوا ثقافة بلدنا. أول حاجة كانت معايا إيه سنة تانية؟ زيارة وفد ليتعرفوا ثقافة بلدنا. إيه كمان؟ التدرب على أداء النشيد الوطني. التدرب على أداء النشيد الوطني. إيه كمان يا سنة تانية؟ جلس خالد حزينا لأنه لا يحب الغناء. خالد كاتب ماهر. أحسنتم. إيه كمان؟ إنشاد النشيد الوطني. إنشاد النشيد الوطني. إعجاب الوفد بالثقافة المصرية. ودي كانت أهم الأحداث المتواجدة معايا في القصة. تعالوا نشوف مناقشة القصة. أول سؤال معايا بيقول لي كيف استقبل تلاميذ المدرسة الوفد الزائر؟ المدرسة التلاميذ بتوعهم ها كانوا زعلانين من الوفد ولا إيه؟ لا، كانوا متحمسين جدا. تحمس التلاميذ وقرر بعضهم التدرب على أداء النشيد الوطني. أحسنتم. تاني سؤال بيقول لي لماذا كان خالد حزينا؟ خالد كان حزين ليه؟ لأنه لا يحب الغناء ولا يستطيع العزف على الآلات الموسيقية، لذلك كان خالد حزينا. السؤال اللي بعد كده بيقول لي هل الغناء والموسيقى هما الطريقة الوحيدة للتعريف بثقافتنا؟ هل؟ لا طبعا لا، فالرسم والكتابة من الفنون التي تظهر
ثقافة البلاد، يبقى الرسم والفنون من الأشياء اللي بتظهر ثقافة البلاد. أحسنتم. تعالوا معايا نشوف النشاط بتاع الكتاب المدرسي. أول نشاط بيقول لي ارسم دائرة حول كل صورة تعبر عن مصر. ما قدامي مجموعة من الصور معايا حاجات بتعبر عنها. طيب أول صورة معايا صورة الأهرامات، وإيه كمان؟ وعلم مصر والزي الفرعوني والملوخية، كل ده حاجات بتعبر عن مصر. كل دي أشياء بتعبر عن إيه سنة تانية؟ عن مصر. أحسنتم. النشاط التاني بيقول لي اقرأ ثم أجب. أول سؤال معايا بيقول لي سيزور المدرسة نقط. مين اللي هيزور المدرسة؟ العائلة ولا وفد ولا أولياء الأمور؟ طبعا الوفد، سيزور المدرسة وفد. طيب السؤال الثاني بيقول لي لم ينضم خالد لفريق نقط. هو مرضاش ينضم لفريق مين؟ الغناء ولا الكتابة ولا المسرح؟ طبعا الغناء. السؤال الثالث بيقول كانت موهبة خالد، كانت موهبة خالد ايه؟ الغناء ولا الرسم ولا الكتابة؟ طبعا الكتابة. شارك خالد يوم الزيارة بإلقاء شعر، كان بيلقي شعر عن مين؟ عن الأم ولا عن مصر ولا عن المدرسة؟ عن مين؟ عن مصر. أحسنتم يا سنة تانية. تعالوا معايا نرتب أحداث القصة. هنرتب أحداث إيه سنة تانية؟ القصة. معايا بعض الأحداث بيقول لي أول حدث جلس خالد حزينا فهو لا يعرف العزف والغناء. دي كانت إيه أول حاجة؟ طبعا لا. طيب نشوف الحدث الثاني، في طابور الصباح فاجأنا المدير بخبر زيارة وفد. دي كانت أول حدث معايا سنة تانية، ده كان أول حدث معايا. وبعدين جلس خالد حزينا فهو لا يعرف العزف. طب وبعدين اختار خالد الكتابة ليعبر عن ثقافة بلده. آخر حاجة معايا في الأحداث ألقى خالد شعرا عن مصر. ألقى خالد شعرا عن مصر، ودي كان ترتيب الأحداث. بيقول النشاط اللي بعد كده رتب الحروف لتكون كلمات. معايا مجموعة حروف، أول حروف معايا الراء الألف الياء التاء المربوطة إزاي. طيب هكون منها كلمة زياراتون، هكون منها كلمة إيه سنة تانية؟ زياراتون. تعالوا نشوف الحروف التانية. جايب لي القاف والثاء والألف والتاء المربوطة والفاء، نكون منها كلمة ثقافتون، ثقافتون. الحروف اللي بعد كده الميم الراء الصاد، هنكون منها كلمة مصر، هنكون منها كلمة مصر. آخر حروف معايا هنكون منها كلمة موهبة، كلمة إيه سنة تانية؟ موهبة. أحسنتم يا سنة تانية. تعالوا نشوف النشاط الثاني، بيقول لي رتب الكلمات لتكون جملة. هنرتب الكلمات اللي موجودة قدامنا دي ونكون جملة، وخد بالك اللون المختلف ده اللي هبدأ بيه الجملة. عندي ثقافة الرسم يظهر البلاد، هو عامل لون مختلف على كلمة ايه؟ على كلمة يظهر. طب تعالوا ايه اللي هيظهر؟ يظهر الرسم ثقافة البلاد، يظهر الرسم ثقافة البلاد. تاني واحدة تدرب غناء التلاميذ النشيد على الوطني. ها بدأ بتدرب. تدرب التلاميذ على غناء النشيد الوطني. أحسنتم. آخر حاجة معايا التلاميذ بلدهم والكتابة عبر بالرسم والغناء عن. هنبدأ عبر التلاميذ عن بلدهم بالرسم والغناء والكتابة. النشاط اللي بعد كده بيقول لي احذف الحرف الأول من كل كلمة وخمن الكلمة الجديدة وارسمها كالمثال. كل واحد فينا هيبدأ يرسم، بس احنا هنا هنقول الكلمة. طيب جايب لي كلمة مشمس، كلمة ايه سنة تانية؟ مشمس. حشنا الميم من عندها، احذف الميم. ها فضل كلمة شمسون، فضل كلمة ايه؟ شمسون. تعالوا نبص للمثال التاني، فكرة، فكرة. احذف الفاء كده، احذف الفاء. حذفنا الفاء بقى فيها ايه؟ كرة، بقى فيها ايه سنة تانية؟ كرة. احسنتم. طيب جمال،
جمالٌ. احذف الجيم بقى مالٌ، بقى مالٌ. طيب الكلمة الأخيرة كلمة أنهار، كلمة إيه سنة تانية؟ أنهار. احذف الألف هيبقى نهار، احذف الألف هيكون نهار. أحسنتم، وحضراتكم بقى هتكملوا بقية الرسم. النشاط اللي بعد كده بيقول لي ارسم دائرة حول الكلمات التي بها تنوين بالضم، اللي كان فيها تنوين بإيه سنة تانية؟ بالضم. هنعمل عليها إيه؟ دايرة. ومربعا حول الكلمات التي بها تنوين بالكسر. الكلمة اللي عندي بها تنوين بالضم حصان، حصان، وإيه كمان؟ وطبق، حصان، طبق، حصان، طبق. طيب الكلمات اللي هنعمل عليها بقى مربع عشان بها تنوين بالكسر مكتب، قطة، قطة، مكتب. أحسنتم يا سنة تانية. النشاط بيقول لي أكمل الجدول كالمثال، جايب لي الكلمة ومرة هنعملها تنوين بالكسر ومرة هنعملها تنوين بالضم. كلمة مصباح، كلمة مصباح عملناها تنوين بالكسر بقت مصباح، مصباح. طب لو عملناها تنوين بالضم مصباح، مصباح. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة طاولة، طاولة. طيب لو عملناها ايه تنوين بالكسر طاولة، طاولة. طب لو بالضم طاولة، 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 تن، تن، عشان تنوين بالضم. كلمة شباك، كلمة ايه سنة تانية؟ شباك. لو عملناها تنوين بالكسر شباكن، طب لو بتنوين بالضم شباكن، شباكن. وبكده يا سنة تانية بنكون انتهينا من حصة النهاردة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.